خذوها قاعدة، كلما منحك الله تبارك وتعالى مقاما ووجاهة ومنصبا ووفقت أن تكون عضوا، وجب عليك أن تزداد عندك حالة التواضع وإخراج الغرور والخيلاء والأنا من قلبك أيها الإنسان، مو العكس. مو كلما أصبحت وجيها وصاحب مقام رفيع بشهادة بمنصب برياسة كلما زادت التعالي، زاد التعالي والغرور والرفع على الناس، لا، المفروض العكس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يأتي القادم من خارج المدينة ويدخل إلى المسجد وينظر إلى الجالسين في المسجد يسأل من هو رسول الله فيكم، وين الرسول وهو جالس بين أصحابه، فلا يفرق بين سيد الخلق وبين الخلق أنفسهم. عندما أمير المؤمنين عليه السلام في اليوم الذي يبايعه الناس يأخذ فأسه ويذهب ليعمل به في الزراعة، هذا علي عليه السلام، ما قال وصلت ونجحت، إذن معنى ذلك أريد منكم تقديرا خاصة، مكانة خاصة، رفعة خاصة، لا، كلما رفعك الله تبارك وتعالى اسأل الله أن يحطك بمثلها عند نفسك. هذا قمة الوعي في خدمة المؤمنين.